الشوارع منذ تاريخ 12 شهر حتى تاريخ هذا اليوم صعدت حواجز النظام المحيطة في بلدة خلف مضيق والقرى المجاورة لها في من خلال القصف المكثف، القصف المدفعي والصاروخي على منازل المدنيين، مما تسبب أضرار مادية كبيرة، وعلى أسرها شهيد من مديرية الصحة بحماة. الضرر الكبير كان في مدينة خلف مضيق والقرى المجاورة، نسبة النزوح كبيرة جدا من 70 تتراوح من 70 80%. نحن كفرق دفاع مدني على أهبة الاستعداد جاهزية تامة، ولكن يوجد لدينا بعض الصعوبات في التفقد أو الإسعاف بسبب شدة القصف من الحواجز المحيطة. ضربات رجعت لنا الحكي.